الله أكبر الله أكبر. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. يصادف ليلة اليوم القادم مساء بداية ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء البتول. وجعلنا ببركتها وبشفاعتها من مواليها، وبشفاعتها وببركتها جعلنا الله تبارك وتعالى من الطالبين بثأرها في الدنيا والآخرة. في الحديث الشريف في الكافي المروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية تفسيرها الواقعي أن حاميم هذه السورة سورة الدخان. حاميم يعني محمد صلى الله عليه وآله. والكتاب المبين علي صلوات الله وسلامه. والليلة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه. صل على محمد وآل محمد. الحديث، أقرأ نص الحديث، حديث في الكافي في أكثر الكتب اعتبارا لدى الشيعة، حديث في غاية العظمة. المجلد الأول الصفحة 479 عن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى. هذا الحديث عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: إذ أتاه رجل نصراني ونحن معه بالعريض. العريض من قرية في أطراف المدينة المنورة. فقال له النصراني: أتيتك من بلد بعيد وسفر شاق، وسألت ربي منذ 30 سنة أن يرشدني إلى خير الأديان وإلى خير العباد،
وأعلمهم أعلم العباد، وأتاني آت في النوم فوصف لي رجلا بعليا دمشق، فانطلقت حتى أتيته فكلمته. هذا النصراني يذكر هذه القصة على الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. فانطلقت إليه حتى أتيته فكلمته فقلت أرشدني إلى من هو أعلم منك، فإني لا أستعظم السفر ولا تبعد علي الشقة، ولقد قرأت الإنجيل كلها ومزامير داود، وقرأت 4 أسفار من التوراة، وقرأت ظاهر القرآن حتى استوعبته كله. ظاهر القرآن، الآن يبحث عن باطن القرآن. فقال لي العالم: إن كنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل وعلم الزبور وكتاب هود وكل ما أنزل على نبي من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك، وما أنزل من السماء من خبر فعلمه فعلمه أحد أو لم يعلمه أحد، فيه تبيان كل شيء وشفاء للعالمين وروح لمن استروح إليه وبصيرة لمن أراد الله به خيرا وأنس إلى الحق، فأرشدك إليه فأته ولو مشيا على رجلك، فإن لم تقدر فاحبوا تسوى فاحبوا أو فجثوا على ركبتيك، فإن لم تقدر فزحفا، فإن لم تقدر فعلى وجهك، فانطلق من فورك حتى تأتي يثرب ثم تسأل عن موسى بن جعفر. الحديث ينتهي إلى هذا المقطع. قلت له، هذا النصراني قال للإمام موسى بن جعفر: أخبرني عن كتاب الله تعالى الذي أنزل على محمد. فقال: حاميم والكتاب المبين. النصراني يسأل، هذا الطريق الهائل جاي يريد يسأل سؤال واحد: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، ما تفسيرها في الباطن؟ فقال عليه السلام: أما حاميم فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأما الليلة ففاطمة. أبرز، ربما أبرز ما يمكن استلهامه من حياة الصديقة الطاهرة. في هذه المناسبة الحزينة يجب أن يستلهم الإنسان عن دور هذه الصديقة الطاهرة ويستفيد. ربما أبرز ما يمكن أن يستلهم من حياة الصديقة الطاهرة هو دورها النهضوي. ربما يكون الدور النهضوي للصديقة الطاهرة صلوات الله عليها أبرز الأدروار النهضوية في جميع المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. الصديقة الطاهرة تصدت بمفردها وتعرضت لمخاطرة كبيرة جدا من أجل
إحقاق الحق. هذا التصدي صدر من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولكن بمجموعة من أولاده وأصحابه الكرام، وصدر من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكن دور امرأة في عنفوان الشباب ضعيفة الحال من حيث الجسم الظاهري تتصدى للآلاف من المنقلبين على أعقابهم حسب الوصف القرآني، أفإن مات أو قتل انقلبتم، مو انقلب بعضكم، كلهم انقلبوا، انقلبتم على أعقابكم. هذه الجمهرة الهائلة بمفردها تتصدى لمخاطرة بلا حدود من أجل المصالح الأساسية، المنافع الإلهية. هذا الدور النهضوي. القرآن الكريم لاحظوا لا يصف عندما يذكر ذكر النبي وأمير المؤمنين، ولكن في ذكره لوصفه للصديقة الطاهرة يقول إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا يفرق، وهذا النصراني سأل عن المعنى الباطني. يفرق، هناك حديث في خصوص الصديقة الطاهرة، القرآن الكريم يركز على الجانب الذي هو مفهوم تفريق، تمييز، فصل بين المفاهيم. هذا الذي حصل على يد الصديقة الطاهرة، هذا موضوع جدا مهم. لاحظوا زيارة الصديقة الطاهرة تختلف عن كل الزيارات للمعصومين، ماكو هذا نمط يا ممتحنه هجي تبدأ الزيارة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. هذا مطلع زيارة الزهراء صلوات الله عليها. عادة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ملاحظين كيفية زيارتهم، هذا نمط عجيب. الزهراء صلوات الله عليها أساس خلقتها من أجل هذا الدور النهضوي. يستلهم الإنسان من حياة الصديقة الطاهرة مفهوم، مبدأ في غاية الأهمية، يغيب عن كثير من الأذهان في أغلب الأحيان، وهو مبدأ في غاية الأهمية، مبدأ التصدي للمخاطرة في الحياة، التصدي للمخاطر والمخاطرة في الحياة بالمصالح الشخصية من أجل تحقيق الأهداف السامية وتحقيق المصالح الكبرى في الحياة. هذا فد مبدأ مقدس يغيب عن كثير من الناس. الإنسان مجبول، فطرته تحكمه، مجبول على ماذا؟ على تجنب المخاطر. الإنسان ميال إلى طلب العافية، حسب الحديث اللي ما أذكر نصه، مضمون الحديث الناس طلاب العافية. الإنسان عنده نزعة، ميل شديد إلى ماذا؟ إلى تحقيق العافية، إلى طلب العافية. العافية يعني الخلو من المشاكل، هذه فطرة الإنسان، حالة الإنسان، طبيعة الإنسان. الإنسان مجبول على هذه الحالة، الإنسان محكوم. هذه الحالة هي أشد منابع الخطر على الإنسان.
ميل الإنسان، نزعة الإنسان، حبه الشديد للعافية تجلب للإنسان أخطر مفاهيم الضرر. لا يمكن الإنسان أن يعيش في عافية في هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى لم يخلق العافية في هذه الدنيا، ولكن أكو عاملين من الداخل الإنسان يريد يعيش براحة، ما يريد تجي مشاكل. هذا طبيعة، جبل على هذه الطبيعة. والحياة أيضا ترمي الإنسان دائما بوابل في كل يوم، بالملايين من الإشارات، من المفاهيم التي تقعده عن على الانطلاق عن المجازفة. هذه كارثة، كارثة كبيرة في الحياة. الوازع الداخلي، الميل الشديد للراحة للدعاء، والمفاهيم الخارجية، الإشارات التي ترمي الإنسان في الحياة في كل يوم، اللي تقعده تثنيه عن أي تصميم. الحياة ما يمكن إحرازها بهذه الطريقة، ما يمكن الإنسان يدرك المصالح، يحقق الأهداف الكبرى بهذه الطريقة، بهذا الخوف، هذا الخوف الذي يأتيه من كل جانب، إضافة فضلا عن الخوف الذي وقود جذوة أكو في داخل نفسه، فضلا عن هذا الخوف، هذا القلق، هذا الميل للراحة. هذه كارثة، هذه كارثة. وأكبر كوارث الحياة هي هذه الكارثة، أن الإنسان يعيش في الحياة في هامش الحياة، يعيش حياته في هامش الحياة، يقضيها كلها ولا يدرك دوره الأساسي. الإنسان عنده رسالة في الحياة، الرسالة لا تحقق بهذا الخوف. رسالة الإنسان إصلاح الحياة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هذه أمانة، إنه كان ظلوما جهولا. بالنتيجة أكبر تفريط لهذه الأمانة الإلهية تحصل من هذا الإنسان الذي هو تحمل هذه الأمانة. الله لم يعرضها عليه، الله ما يقول عرضها، عرضنا الأمانة على السماوات. هناك مصالح كبرى على المحك، الإنسان يترك هذه المصالح الكبرى من أجل تحقيق ماذا؟ تحقيق راحة، راحة بال، ما عنده خلق مشاكل. لا أتحدث عن مرغوبية، مرجوحية التصدي للمشاكل، أتحدث عن أن الإنسان يجب أن يكون في صميم الحياة، يجب أن يقتحم الحياة، يقتحم المخاطر من أجل تحقيق الأهداف السامية. ولا تحقق الأهداف السامية بهذه الحالة المترسخة في النفس. الإنسان يريد يبتعد دائما، يريد هو مصالحه يخليها في أمان. هذا الميل للأمان يكلف الإنسان أكبر مخاطر الحياة، أقولها بملء فمي، أكبر مخاطرة في الحياة أن تسعى للعيش في أمان. تحقق بذلك السعي الأمان السطحي، بلا شك الإنسان اللي يسعى إلى الأمان يحقق شيئا من الأمان، ولكن يفرط بالمصالح الكبرى التي تجلب له المخاطرة الكبرى في الحياة. المخاطر على قسمين، مخاطر عابرة سطحية، مشاكل زوالة، وأكو مشاكل عظيمة
دواهي تدخل الإنسان في مجالات تحرق الحياة. أصلاً شوفوا أكبر خطر على الإنسان أن يعيش الإنسان حياة تافهة، يقضي حياته في البطالة. هاي حياتنا كلها راحت بالبطالة، راحت بالبطالة. شنو سوينا إحنا في الحياة؟ صلينا؟ صمنا؟ هذه في أفضل الفروض؟ هذا دورنا في الحياة؟ هذا نهاية دورنا في الحياة؟ نصلي لله؟ الله ما يريد منا شيء؟ هذه مسؤوليتنا في الحياة؟ أقلاً ليست هذه كل مسؤوليتنا. إن الله، شوفوا الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خوش يسوون؟ الله مشتري، أنت مبايع، لي جدا مبايع، شنو يسوي؟ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن والمثمن. خوش شنو نسوي؟ تبين الثمن والمثمن، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كل حياتنا بطالة، الفوز العظيم هذا، الحياة استثمار الحياة. الله يقول شوفوا وذلك، هذه صيغة حاصر، اقرأ اللغة العربية، وذلك هذا يسموه ضمير الفصل العائد إلى المبتدأ المخبر عنه بذي اللام، يفيد الحاصر. الله يقول فوز عظيم تريد؟ بس هذا، بس، والباقي كل تالة، كل تاية. راح حياتنا قضيناها في شنو؟ في أفضل الفروض، في عبادة رب العالمين. هذا مو نهاية دور الإنسان في الحياة. الإنسان خليفة الله في الحياة، الله يتوقع منا إصلاح الحياة، وإصلاح الحياة ما يصير بهذا هاي الحالة اللي تمتلئ بالخوف والتوجس وكل شيء خوف. أكبر مخاطرة في الحياة أن تعيش الحياة بلا مخاطرة، هذا أكبر مخاطرة. تدري شلون؟ تدري شلون الحياة ما تنتهي بلا بلاء؟ دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة. إذا الإنسان سعى تعب من أجل تحقيق راحة ودعة، أولا يحول حياته إلى تفاهة، هذه موت. هذا الإنسان يموت وهو حي. الحياة اللي تنقضي بشنو؟ بالنوم هني، صحيح؟ بالحياة المرفهة. هذا مو دور الإنسان. هذا القرآن الكريم يعتبر هذه حياة البهائم. القرآن الكريم يقول، أقرأ لك آية، ثلاث آيات من سورة الحج، آيات رهيبة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله وعد رهيب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بعدين شنو يجعل في قبال هذا المقطع؟ إن الله لا يحب كل خوان كفور. هاي خيانة، هذه أمانة وحملها الإنسان، عرضنا الأمانة. إذا تخليت عن المسؤولية، إذا انسحبت من الحياة، هذه خيانة، هذا خوان، صيغة مبالغة في الخيانة. ما يصير تنسحب، ما في مجال، هذا الخيار مو مذكور لك. وإن الله لا يحب، إن الله يدافع. شوفوا هذا التقابل، اتصدى للمخاطر، اتحمل المشاكل، الله يدافع عنك. إن الله لا يحب كل خوان كفور، هذه صيغة مبالغة في كفر النعمة، مو الكفر بوحدانية الله، هاي نعمة الله. الله جعلك إنسان، أكبر نعمة على الإنسان أن الله جعله إنسان، جعله خليفة له. بعدين شنو يقول رأساً الآية الثانية؟
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله يقدر ينصرك. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شو مسوي؟ يقول ربي الله، مولاي علي، شو مسوي؟ الله يقدر ينصركم. ولولا، شوف ولولا دفع الله، هاي الآية الثالثة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. أكو عملية إلهية الله مورطنا في هاي الورطة. الله يقول أنا أدفعك، أنا أشيشك. الله في القرآن يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الله أهداف عنده، أهداف كبيرة، أهداف الإلهية الكبرى تصير على المحك عندما يتقاعس الإنسان، عندما يستجيب للخوف. ثمن تكلفة إحرازك للأمان في الحياة تدري شنو؟ ولولا دفع الله الناس، أهداف الله تضيع. هذه أهداف إلهية كبرى، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. الله يريد هذا الشيء يكون، الله يريد الحياة يكون فيها ذكر كثير لله. إذا الله ما يدفعك أنت في قبال ذاك لا تنسحب، مصالح الله تضيع. إضافة إلى ذلك أنت تصير في هامش الحياة. إن الإنسان يقضي حياته شنو؟ مو في الصميم، مو في البحبوحة. مهما أدرك من خير هذا الإنسان تافه في الحياة. هاي الحياة، هاي العيشة، توقف عنها. إلى متى تعيش بصدد شنو؟ تحقيق أمان. أولاً لا يجب الأمان. إذا هم جلب أمان يجلب أمان تافه. روحوا شوفوا الحياة، تشوف الإنسان كل من تلقاه يشكو دهره. إذا ما تتصدى، إذا ما توفق نفسك لخدمة الدين وتجيك من وراء هذه الخدمة بلاوي، العياذ بالله، تبتلى بأشياء تافهة دنيوية، العياذ بالله. الإنسان يتجرجر في المستشفيات من أجل حاجته، العياذ بالله، أو حاجة زوجته وأولاده. هذه تدري شلون حياة؟ هذا ضمان؟ العياذ بالله، يصاب بمرض خبيث أو تصاب زوجته العياذ بالله أو زوجها، والإنسان بعد شلون يتلذذ بالحياة؟ لازم يتنقل في المستشفيات، في المختبرات، يأخذ عضو من عضو مثلا من أعضاء مثلا اللي يشتبه أن يكون العياذ بالله مصاب بكذا، وبعدين شنو؟ يشكشقون حلقه، يشكشقون جسمه، وهذا بعد ما يبقى آدمي. بعد هذا يبقى آدمي، يمكن يعيش الحياة بس العيشة بعدما استؤصلت أجزاء من جسمه، وهذه الأجزاء ماسك بيده يتنقل، لأنه هذه الأجزاء لازم يصير في اختبارات. عمره راح في شنو؟ الإنسان اللي ما عنده حظ أن يلقى البلاوي بسبب دينه، بسبب مبدأه، ماكو مجال للتجنب المخاطر في الحياة. الحياة أمير المؤمنين يقول خلقت على كدر، ماكو مجال. أكبر المخاطر أن الإنسان يتجنب المخاطر، تجي هذه المخاطر. وش هذه المخاطر؟ أولا الإنسان يكون في حاشية الحياة. إلى متى يعيش حياة تافهة؟ هذا عمرنا؟ نريد مليارات السنوات نعيش على هذه المبادئ؟ الأكل الهنيء والنوم الهنيء؟ الإنسان يتعرض لخوف، لخطر، بسبب ماذا؟ بسبب دفاعه عن الدين، تصديه عن الدين. والله لو آبائنا كانوا يفكرون مثلنا
الحياة ما كانت توصل هالشكل. هؤلاء ناضلوا ملايين السنوات، بعض القليل من الناس ها تصدوا للمشاكل، تصدوا للمخاطر. احنا صرنا عزاز، وصلت العزة إلنا. جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة، هذا الجهاد. الآيات شوفوا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، عشرات الآيات. ما يصير إذا ما يتصدى الإنسان، الحياة تفسد. الحياة هذه الحياة التي تتزايد فيها الفوضى، أكو إبليس، أكو ماكنة تصنع المشاكل، أكو ماكنة هائلة، أكو ناس شرذمة إبليس، هذول بشكل متواصل ومتزايد ومتسارع ينتجون الفساد. الإنسان يجب أن يقف أمام هذا الفساد، الفساد الفكري، الفساد الأخلاقي، الفساد الديني، الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي. احنا عندنا دور، ولا يمكن إحراز هذا الدور، هذه المسؤولية، بهذه الحالة التعيسة المتأصلة في النفس. ما يصير، خوف، قلق، اضطراب. يا موسى لا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. الإنسان في يضع قدمه في مكان أقدام الأنبياء، هذه رسالة، مرسلون رسالة. نعم تجلب المشاكل، بس ما يصير. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني شنو؟ مو يعني لو قاعد برا وتحكي، لا، عنده، اقعد قول الكلمة، احكيها، ما يخالف، مهما يريد يصير يصير. اولا ان الله يدافع عن الذين امنوا. وين الله؟ الله ما موجود. الله يقول ومن اوفى بعهده من الله، من اوفى بعهده من الله؟ تصدى ولا تخاف. وبعدين مو بس لا تخاف، مهما ينزل براسك مرحبا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اذا هذا ما يكون زين، انت بدل ما تتجرجر في المحاكم تتجرجر في المستشفيات، والله ذلك أردى وأتعس. حياة تعيسة، البؤس اللي يصيب الإنسان، أقلا الإنسان يحس بشرف. الله في القرآن يقول إنهم يألمون كما تألمون. لا تتصور أنك أنت في مشكلة، أنت اللي تتصدى، أنت المجاهد. هذه آيات نزلت في معركة أحد. إنهم يألمون كما تألمون، كما الله يقول، كما يعني بالضبط مثل ما أنت تألم. وترجون من الله ما لا يرجون. إن يصبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله. بالضبط أنت تشوف معاناة، ما تدري ذاك مشلون يعاني بالمستشفيات، شلون يستأصلون أعضائه، وشلون من الليل للصبح يتقلب بالألم، يتقلب بالألم، يضربون مورفين، المورفين ما يفيده، وهو شنو هالله هالله اسم عناوين، ما تدري انت. وانت بعدين شنو يوم القيامة؟ مليار سنة ملك انت. واذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. وترجون من الله ما لا يرجون. أنت من كفخة اللي تأكلها نفس الكفخة اللي يأكلها ذاك، أنت تأكلها بالمشاكل، هو يأكلها بجسمه، يأكلها بالمستشفيات. الله يبلي بمرض ما يقدر يعالجه. روحوا افتحوا عيونكم، روحوا شوفوا، إذا ما تشوفون أقلا آمنوا. هذه آية قرآنية، هذه آية قرآنية، إن يصبكم قرح، هاي قاعدة كلية، ما يخالف. هذا حديثي ليس في البعد السياسي، هنا حديثي في كل أبعاد الحياة. جازف، لا تخاف، حتى في البعد، في بعد تشكيل العائلة لا تخاف. أنت مقدم على مثلا بنت، مثلا تريد منك مهر كثير، لا يخالف، جازف، أخذ.
نعم بتريث بفكر، توكل على الله، لا تخاف، خاطر، تريد تكون عائلة ما تدري شنو الأولاد شي يطلعون، لا تخاف، تريد تشتري سيارة فارهة، روح اشتري ما يخالف، لا تخاف، انشط. شنو أخيرا؟ عمرنا كله انقضى، شيبنا وأخيرا شنو سوينا؟ أخيرا فتشم صلاة صلينا لله في أفضل الفروض، وبعدين شنو أدركنا؟ وبعدين شنو حصدنا؟ أخيرا عشناها الحياة كلها في الهامش. أنا لا أقول أن الإنسان يحب أن يكون على كل حال في القمة مثلا من حيث العنوان، لا، أقول عش حياتك وعش دورك الأساسي، أدي دورك، دور الإنسان أن الإنسان يخشش راسه في كل المشاكل في الحياة من أجل مبادئ، من أجل القيم، من أجل مصالح الله، من أجل المنافع الكبرى، مو من أجل منافع شخصية، هذا أكل فلوسي أخشش راسي بالطوفة عشان أطلع فلوسي، هاي المصالح والله ما تسوى، هاي مصالح فرط بيها، الله يجيب لك إياها يقعدها على باب بيتك، خلي ياكلون فلوسك مو مشكلة والله، خلي يهينوك مو مشكلة، خلي لي يحترموك، خلي يأذوك مو مشكلة، مصالح المصالح الشخصية والله تافهة، ما تسوى العمر ولا دقيقة واحدة، ولا دقيقة واحدة، لا تدافع عن نفسك، خلي الله يدافع عن نفسك، خلي الله يدافع عن مصالحك، خلي الله يدافع عن منافعك، بس هناك مصالح الحياة، مصالح المجتمع، الأجيال القادمة مصالحهم ما تحمى بهذه الكيفية اللي احنا نعيشها، هج نحميها؟ لو ما يلعنون الأجيال القادمة أنه أنتوا فرطتوا في مصالحنا، ضيعتوها بشنو؟ بخوفكم، بوجلكم، ما عندي رأي، طبيعة دوخة راس، ما عندي شنو، راحت المصالح، ضاعت كل شيء. هذا استلهام عندما تستمعون إلى الخطباء الكرام في هذه الليالي، شوفوا هذا الدور النهضوي للصديقة الطاهرة اللي كل دورها أساساً في حياة أبيها كانت تحت ظل إشعاع الوالد الأب رسول الله صلى الله عليه وآله، كل دورها كان بعد أبيها أيام، شوفوا شنو سوت، تعرضت لشنو، لكل المخاطر، من أجل ماذا؟ من أجل الأهداف الإلهية. اللهم في القرآن يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، حياة الزهراء يحيطها انذار، فيها يفرق كل أمر حكيم، هاي حكمة، لا تقول هذا تهور، لا تقول هذا نزعة شيطانية، هذه هي الحكمة، الحكمة هذه احنا نحتاج شوية نبدل بمعاييرنا، معاييرنا جدا مختلفة، هذه المعايير اللي احنا عندنا نسمي الأشياء بتسميات غير صحيحة، هاي هي الحكمة، الحكمة نهاية الحكمة هي هذه، أن شنو؟ صدقوني حتى لو الإنسان كان متهورا، التهور في حسابات الله هذا حتى إذا كان خطأ ما يخالف، هذا أهون من الخنوع في حسابات الله، تهور ويوم القيامة اللهم يقول لك أنت كنت متهور، بس هذا أحسن من هاي الحالة اللي احنا نعيشها، أقلا أنا تهورت إلهي من أجل مصالحك، أنت أنا تمزقت في الحياة من أجل مصالحك، وما على المحسنين من سبيل، أنا محسن إلهي لا تحاسبني، وما على من سبيل يعني حساب ماكو عليه، أنا غيرتي تحركت من أجل شنو، مصالحك، صحيح ما فهمت خطأت، الإنسان يعيش في تهور وهذا التهور خطأ، ما أقول مخاطرة، تهور خطأ، أفضل مما يعيش حياته في الهامش، إحنا بشر، إحنا إنسان، البشر إلى رسالة، ولو الإنسان يكون في بحبوحة الرسالة ولو متهورا أفضل مما يكون شريف خارج الرسالة في الهامش، مو أفضل؟
في الحياة يكون في الهامش حتى يكون يصلي ويصوم ويعبد والله هاي حياة هامش. التهور اللي مو زين هذا أفضل. إنسان يكون في العاصمة ولو فقير أحسن مما يكون غني في قرية. شنو القرية؟ القرية أخيرا شو تسوي لك أنت؟ أفق ضيق القرية، تصبح على شنو؟ على قراقر، تصبح على أجل لكم الله شو أقول كذا صوت الكذا صحيح؟ صوت هذاك وتمسي على قراقر الضفادع. شنو هاي الحياة؟ شنو الحياة؟ القرية مو حياة. تعال عيش بالعاصمة، خوض مخاطر الحياة. الإنسان خلق لهذا الخوض. أمير المؤمنين يقول فاز باللذات من كان جسورا. أخيرا صدقوني هذه الحياة القاسية التي لا يمكن إحرازها إذا كانت الإنسان عند حالة جسارة، الحياة تصير له أحلى حلاوة في ممرها. فاز باللذات، هاي الحياة يمكن بالجسارة وروح المبادرة وروح الإقدام وروح التصدي للمخاطر، الحياة تصير ذليلة. وأنت من وراء هذه الذلة تدرك حياتك، نعيم الحياة في الدنيا. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهير صفات الشيعة، أقرأ لكم نص الحديث صفات الشيعة، حديث جدا معروف. الإمام الصادق يقول عليه الصلاة والسلام لا تكونون مؤمنين حتى تكونوا مؤتمنين. مؤتمن يعني يصير صاحب أمانة، هذا الشرط الأول في الإيمان. والشرط الثاني وحتى تعد النعمة والرخاء مصيبة. إذا شفت حياتك في نعمة أعرف أنت في مصيبة، مو بس مصيبة من حيث دورك أنت تافه. حشاكم عفوا أتحدث عن نفسي، أقول أنت تافه في الحياة، مو بس هذه المصيبة، لا أنت في مخاطرة. تمسي وتفتح عينك العياذ بالله الإنسان يشوف فاقد كلية من كليته، وتعال عدل نفسك وتعال عيش الحياة في كلها. على كل حال حياة ضنك تصير، إنسان يسكر عينه يفتح عينه في مصيبة كبيرة. الإمام الصادق يقول إذا شفت أنت في نعمة ورخاء أعرف أنت مو مؤمن، إلا إذا أدركت أن هذه النعمة والرخاء مصيبة عليك. هذه مصيبة شنو؟ في شنو؟ حذف المتعلق يفيد العموم، في كل شيء مصيبة. مصيبة في الآخرة، مصيبة في الدنيا، مصيبة دينية، مصيبة مادية. الرخاء لا يجلب الإنسان إلا البلاوي، بالعكس الجسارة. نعم الجسارة تجلب بلاوي، بس بلاوي سطحية. أخيرا تفوز باللذات، لذة الدنيا ولذة الآخرة، نعيم غير منقطع. الله في القرآن يقول أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله يقول وذلك هو الفوز العظيم. هذه من أهم الدروس الذي يمكن استلهامها من حياة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. الإنسان داعما عند نزعة أن يميل إلى ماذا؟ إلى أن هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا مو كل القيم هذه الآية. القيم الأسمى أن الإنسان يلقي بأيديه إلى التهلكة من أجل المبادئ والقيم والمصالح الإلهية والمنافع والأهداف الكبرى في الحياة، المصالح الدنيوية. هذه أرفع القيم. من أرفع القيم أن تتصدى للمخاطرة وللمخاطر في حياتك الشخصية، وتعرض المصالح الشخصية من أجل مبدأ أرقى منك وهو الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا استلهام. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه الصديقة الطاهرة أن يقوي عزيمتنا على إدراك هذه المفاهيم، ويقوي عزيمتنا على تصدي بعد ذلك الإدراك لكل المسؤولية التي ملقات على أعواق تقنا، ويحمينا ويحفظنا
ويدافع عنا في هذا المجال الخطير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.